حياكم الله مشاهدينا الكرام في السلطة الرابعة، والتي نستعرض فيها أهم الأخبار في المواقع العربية والعالمية وأيضا المواقع والصحف المحلية. والبداية بالعناوين. في صحيفة هارتز الإسرائيلية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة تطلبان التحقيق في جرائم الحرب الإماراتية في اليمن. وفي منظمة ستوك وايت الحقوقية الأمريكية، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تهددان بقطع المساعدات اليمنية بسبب الاحتيال والعرقلة. وفي موقع البي بي سي عربي يكتب عن أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم توشك على الانهيار. البداية من صحيفة الجارديان البريطانية، والتي قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية في أول حالة من نوعها بدأ إجراءات قضائية عسكرية ضد الطاقم الجوي الذي قام بانتهاكات القانون الإنساني في اليمن. وبينت الصحيفة أن سبب المحاكمة تتعلق في ثلاث قضايا، أولها الهجوم بثلاث غارات جوية على مستشفى جمعية الصحة الخيرية الفرنسية بمحافظة حجة، والتي قالت منظمة أطباء بلا حدود أن إحداثيات مستشفى عبس أعطيت للتحالف من قبل 5 أيام من الهجوم. أما الهجوم الثاني فكان على حفل الزفاف في بني قيس في أبريل نيسان 2018، وأما الهجوم الثالث فوقع في أغسطس آب 2018 على حافلة مدنية بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 تلميذا معظمهم دون سن العاشرة. ولفتت الصحيفة أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أصرت فيه قوات التحالف السعودي على أنها لا تزال مستعدة لمواصلة المحادثات مع المسؤولين العسكريين الحوثيين حول إيجاد نهاية للحرب الأهلية المستمرة منذ 5 سنوات، والتي سيمنح فيها الحوثيون دورا في حكومة مقبلة حسب قول الصحيفة. صحيفة هارتز الإسرائيلية قالت إن مكتب محاماة بريطاني قدم طلبات إلى السلطات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا للقبض على كبار المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد قدمت الشركة الشكاوي إلى شرطة العاصمة البريطانية ووزارتي العدل الأمريكية والتركية، نيابة عن الصحفي عبد الله سليمان وصلاح مسلم سالم الذي قتل شقيقه في اليمن بسبب انتهاكات دولة الإمارات. وقال محامو مقدمي الشكاوى، قالوا إن الإمارات ومرتزقتها مسؤولون عن التعذيب وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن في عام 2015 وعام 2019. ذكرت شخصيات سياسية وعسكرية إماراتية رفيعة المستوى أنها مشتبه بهم ويقيمون في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وهم ليسوا مقيمين في المملكة المتحدة أو تركيا حسب قول الصحيفة. نظمت ستوك وايت الحقوقية الأمريكية، طلبت هذه المنظمة الاهتمام بالوضع الإنساني في كثير من دول العالم إلى اتخاذ إجراءات لوقف الاحتيال في المساعدات وعرقلة الملايين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في اليمن. وفي رسالة شديدة اللهجة حصلت عليها المنظمة الأمريكية، تقول كلاهما إنهما سيتخذان إجراءات أحادية الجانب لخفض التمويل إذا لم يتم تقليص عملية الإغاثة، وهي واحدة من أكبر العمليات في العالم والتحكم فيها بشكل أفضل. وطلبت المنظمة في رسالتها خفض وإعادة تركيز جميع المساعدات الثنائية ومساعدات الأمم المتحدة وتمويل أقل للمؤسسات التي يسيطر عليها الحوثيون كجزء من موقف جديد تجاه الجماعة التي تدير جزءا كبيرا من شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. قالت المنظمة في تقريرها أن مسودة الرسالة التي قدمت في 5 فبراير شباط إلى رئيس الإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك تلقي تحديا على الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الدول المانحة في الوقت الذي تستعد فيه للاجتماع في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف التي طال أمدها بشأن عرقلة المتمردين الحوثيين للمساعدات. إلى الصحف العربية، والبداية مع صحيفة الشرق الأوسط، والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن الحكومة اليمنية دعت فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في مصير الأموال الضخمة التي نهبها الحوثيون خلال سنوات الانقلاب. وبحسب الموقع، فقد اتهم وزير الإعلام اليمني معمر
الإيرياني في تصريحات صحفية اتهم ميليشيات الحوثي بنهب الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وأيضا مئات المليارات في الخزينة العامة، منها 400 مليار ريال من الطبعة الجديدة كانت لدى البنك المركزي في صنعاء. ودعا الإيرياني المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني. وقالت الصحيفة أيضا إن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي دعا منظمة يونيسف في خطاب ألقاه أمام الدورة الأولى لمجلسها التنفيذي أول أمس إلى إنقاذ 30,000 طفل من العبث الحوثي بعدما جندتهم الميليشيات وباتوا يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم. وشدد السعدي على أهمية التعاون بين الحكومة اليمنية ويونيسف لتنفيذ خطة العمل لإنهاء ومنع استخدام الأطفال في الصراع المسلح الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة عام 2014. موقع بي بي سي عربي نشر تقريرا أفاد فيه أن كبار المانحين وعدد من وكالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الكبرى في العالم يلتقي في بروكسل في مسعى للتوصل إلى استجابة جماعية لما بات يوصف على نطاق واسع بالتعطيل غير المسبوق وغير المقبول الذي تسبب في سلطات الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من شمالي اليمن. وبحسب الموقع فقد قالت ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن إن وكالات المساعدات الإنسانية يجب أن تعمل في بيئة تستطيع فيها إدامة وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية. وقد فشلت أشهر من اللقاءات وسلسلة من المبعوثين المتعاقبين الذين أرسلوا إلى العاصمة صنعاء فضلا عن سلسلة من البيانات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في إيجاد حل لقائمة الشكاوى التي تتراوح بين التأخيرات في منح تصاريح إدخال المواد ومضايقة فرق المساعدات واحتجاز كوادرها. تصاعد القلق بعد أن شكل الحوثيون هيئة جديدة في نوفمبر تشرين الثاني عرفت باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل تحقيق المزيد من السيطرة على المعونات الإنسانية، واقترحت فرض ضريبة على كل وكالة عاملة في مجال المساعدات الإنسانية تصل قيمتها إلى 2% من ميزانيتها التشغيلية. قال مصدر عسكري لموقع المصدر أونلاين إن لجنة عسكرية سعودية لإعادة إحياء تنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض تعثرت مجدداً بعد رفض المجلس الانتقالي الجنوبي دخول قوات تابعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال المصدر إن اللجنة تضم ضباطاً في القوات السعودية بعدن أرسلها قائد قوات التحالف العربي العميد السعودي مجاهد العتيبي للتحاور مع المجلس الانتقالي، فشلت في إحراز أي تقدم بعد إصرار الأخير على انسحاب قوة من الحماية الرئاسية تتمركز في شقرة ويقودها العقيد حسن بن معيلي. وقال المصدر إن اللجنة السعودية من المحتمل أن تطلع قائد قوات التحالف العربي العميد مجاهد العتيبي على نتائج مفاوضاتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الساعات القادمة. وليس ببعيد، قال المصدر العسكري للمصدر أونلاين إن قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي بدأوا في الإعداد لشن حملة على تشويه ضد قوات خفر السواحل والترويج لشائعات بوجود إرهابيين ضمن صفوفها، مشيرا إلى أن هناك خيارات بديلة لدى المجلس الانتقالي تم الترتيب لها من قبل قادة المجلس بدعم إماراتي لإفشال دخول أي قوات حكومية إلى عدن، وهي خيارات احتياطية بديلة للمجلس من المحتمل أن يلجأ إليها للتغطية على خطوة منع القوات الحكومية. تأكيدا لما أورده مركز العاصمة، تقرير أممي يكشف تفاصيل سطو ميليشيات الحوثي على ممتلكات المعارضين. بهذا العنوان انفرد موقع العاصمة أونلاين في تقرير له على إحدى نوافذه، قال فيه إن تقريرا للجنة خبراء الأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا كشف عن الجنرال الحوثي صالح مسفر الشاعر الذي يعمل كذراع اقتصادية لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. أشار التقرير إلى أن الجهة الضالعة في هذه الشبكة المعنية بالبسط على أموال وممتلكات المعارضين هي اللواء صالح مسفر الشاعر الذي كان تاجر سلاح بارز ويرتبط بصلات وثيقة مع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. ومن المؤسسات الخاصة التي فرض الشاعر سيطرة الميليشيات عليها جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا التي يملكها أحد أبناء رشاد العليمي الذي كان أحد أبرز رجالات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
يبدو أن التقرير الأممي قد تم إعداده قبل أن يبسط الشاعر سيطرته على جامعتين خاصتين في صنعاء، هما جامعة أزال وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والأخيرة هي أكبر الجامعات الأهلية في اليمن. قام الشاعر بالسيطرة عليها وتغيير الكثير من طاقم إدارتها، إضافة للسطو على المستشفى التابع لها، فضلا عن اعتقال رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان لأيام قبل الإفراج عنه. الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي ذكر إنه وبحلول 5 من شهر فبراير انتهت فترة 3 أشهر التي حددت لتنفيذ اتفاقية الرياضة، وانتهت هذه المهلة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأشار التميمي في مقتضب مقاله إلى أنه لا يستطيع المراقب أن يتنبأ بما سيحدث بعد فشل اتفاق الرياض، لأن السلطة الشرعية مرتهنة بالكامل للإرادة السعودية، وهي كانت النتائج فسوف نسمع هذه السلطة تكيل المدائح نفسها للسعودية ودورها بما يسمح بمواصلة هدم الدولة اليمنية حجرا حجر، بعد أن تبين أن هذا الهدف يمكن أن يتقاسمه قطبا التحالف الذين يديرون الصراع ببرود أعصاب في نقاط تماس حيوية تمتد من مأرب مرورا بشبوة وأبين وعدن وانتهاء بمحافظة أرخبيل سقطرى. وأعتقد جازما، يقول الكاتب، إن اتفاق الرياض حقق أهدافه السياسية بتثبيت جماعة متمردة أخرى في عدن لم يعد خيار التعامل معها يحتمل المواجهة العسكرية، لأن الرياض لا تسمح بذلك، والسلطة الشرعية تحتاج إلى معجزة لكي تلجأ لخيار القوة المسلحة لاسترداد صلاحيتها السيادية المكفولة لسلطة شرعية معترف بها من قبل العالم. ويستطرد التميمي في نهاية مقاله أنه ومع ذلك ما من ضمانات على أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، لأن كتلة عريضة من الوطنيين اليوم يزعجها هذا الوضع السيء الذي آلت إليه الأوضاع في اليمن وأبقت بلدا يعد أكثر من 30 مليونا رهنا لإرادة شريرة وأنظمة إقليمية وظيفية تفتقر إلى الأخلاق ولا تكترث لمبادئ الجوار والأخوة والتاريخ المشترك. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.